مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد محمد إبراهيم خليل الطوخي الكاتب الباكستاني. سيد إبراهيم، تحية لك. تحية بكم. مرحبا بك. إذن أزمة وقود وأزمة كهرباء بالأساس، سيد خليل، ما هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، لهاتين الأزمتين بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك في باكستان تاريخ لهذه الأزمات، فليس هناك سبب واحد، أو نقول هناك سبب واحد رئيسي لهذه الأزمة. هذه الأيام باكستان ليست وحيدة هي تشعر بهذه الأزمة، أو تعرضت لهذه الأزمة باكستان وحيدة فقط. هناك سريلانكا، وهناك أرجنتين، وهناك دول أخرى، مصر، وكذلك دول أكثر من 30 من قارة أفريقية هي تعرضت لهذه الأزمات كبيرة. فهناك عدة أسباب لهذه الأزمة في باكستان، نعم. وقد نقول هناك أسباب في دول أخرى أيضا. فالذي نشهد في باكستان الأسباب لهذه الأزمات، فقد أقسم هذه الأسباب إلى قسمين، بعضها رئيسية، وبعضها تتعلق بالحكومات، إما الحكومة الجديدة أو الحكومة العمرانية السابقة. فالأزمة الأولى في باكستان أزمة كبيرة. معنى السبب للأزمة هو النظام الربوي الرائج في باكستان. هذا هو السبب الرئيسي، هذا هو السبب الأكبر الذي قد أدى باكستان إلى هذه الأزمة. فقد أقول بأن باكستان هذه الأيام قد تؤدي إلى البنوك العالمية، إلى نقد الصندوق الدولي والبنوك الخارجية. نعم. 80 معدل من باكستان، من دخل باكستان، الدخل لباكستان 80 معدل يصرف فقط في القروض، وكذلك في أداء القروض الربوية. فباكستان تنفق عندنا في باكستان فقط 20 من دخل باكستان. فهذا هو السبب الأول. إذن السبب الأول متعلق بالربا، الربا هي السبب في هذه الأزمة الاقتصادية، تراها ذلك من وجهة نظرك سيد خليل؟ نعم، حتى الربا ذلك هو قد تسبب للأزمة العالمية. الأزمة العالمية، العالم قد تعرض الأزمة الكبيرة قبل 20 سنة أو 9 سنة. العالم بأجمعه قد تعرض للأزمة الكبيرة، وهناك أيضا قد اتفق هناك الخبيرون بالاقتصاد والمعيشة بأن السبب لهذه الأزمة هذا النظام الربوي. وهناك أسباب أخرى. ففي باكستان هذا هو السبب الرئيسي، وهذا هو السبب الأول منذ استقلال باكستان. باكستان مقروضة دائما من البنوك الخارجية العالمية. ما هي الأسباب الأخرى سيد محمد؟ نعم. نعم.